السلام عليكم وصافي طوركم. ربي سبحانه في محكم تنزيله يحث على الصدقه ويضاعفها اضعاف مضاعفه. اجر كبير من عند ربي سبحانه باش يحثنا على الصدقه، وحنا للاسف الشديد مازلنا غير المسمار في خو باش تخرج صدقه. غير بسيدي سيدك صدقه لله في سبيل الله s'il vous plaît صدقه s'il vous plaît صدقه يا خلاص قلت s'il vous plaît صدقه je veux un peu d'argent s'il vous plaît merci beaucoup monsieur merci monsieur merci دارو مالبورو merci s'il vous plaît ay chou ay ay ara ومن الأفضل تاع الصدقة أنها تدخلك في ظل ربي سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، لقوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ماشي كيما نديرو حنا افتح وشوف وحسب وخير الصغيرة. جدي فامي انوري توجور نتوما طريفان توجور ان فامي انوري نضرب نلقاك وحدك لا حول ولا قوه الا بالله جبه جوندر خلاص انا نعطي لك اخويا واحده زوج ثلاثه اربعه شحال نتوما في لا فامي كوم بيان فوزات انا ترينو بري سته 50 اي هاك هاكم ماشي باشي في زون سنه ما سي با سيفيزون كيفاش نمشي عليك سنة؟ دبر راسك شري حاجة شري حاجة ولا روحها جارد باين هرب شوت شوت. وكما على بالكم ماكاش حاجة تمحي الأجر تاع الصدقة كيما الرياء، واللي ما يعرفش الرياء، الرياء هو أنك تعمل عمل بصح ماشي لوجه الله باش تزوخ برك، كيما واحد يتصدق غير باش يبان وناس تشوفو تقول لك ليك ليك حبيبنا يتصدق. سي فو بلي مسيو صدقة J'ai pas quoi manger. Fils à Billy là. Vous allez me donner le billet vert là. C'est 2000 dinars. Mais attends, attends, un petit selfie park pour la famille. Mais je vais garder le billet. Bien sûr. Regarde, un sourire. Franchement. Attends, je vais te donner quelque chose. Je devrais garder le billet. Non. Regarde, Sidi Hadid. Regarde, صحتك. خيط الله بخيجي عاي. ومن اعظم الصدقات اللي يغفل عليها الانسان هي الصدقه الجاريه، خاطر كاين خاوتنا بزاف ما على بالوش اللي يمشي شرط يبني جامع، تقدر تعلم واحد يا لو كان ايه من القران ولا سوره من القران يقدر يكون ولد صالح يدعي لك ولا علم ينتفع به الناس. اوه نبي الوليدي اوه شيخ وش راك صافا؟ صحتك صافا شيخ لاباس الحمد لله الحمد لله علاش نشوفك غير الخير؟ والله اني ما خدمه الحوس على الخدمه ما لقيتش حتى لي سي في بارتو يا شيخ هيا ماكش خدام مانيش خدام وكملت قرايتي لي لونك انت لي لونك شيخ لي لونك كان جيت قريت عندنا في الجامع والله صافي بليزير يا شيخ دير فيها مزيه تعرف عربيه قريت لي لونك كاع نعرفها يا شيخ ارواح قرينا الدراري وخلاص مليح شيخ لا لا الخلاص لوجه الله راهي جامع كيفاش بطل اه واه يا شيخ عندي اوتوريتي هذوك راني مزروب يا شيخ تهلا في روحك شيخ تهلا في روحك نبيل وليدي ارواح نبيل بلاك حنا في وقتنا ولينا نتوسوسو شويه للصدقه لخاطر كاين بزاف ناس يلعبوها محتاجين وهما خدامه مالغري كاع على بالنا باللي اليد العليا خير من اليد السفلى بصح يا حبيبنا اللي فاتو الف حاجه صعيب باش تنحيها له انا اليوم يسموني نخطف من الجيب اليوم نجيب هذيك المليون بارده اخويا مونطو هادي قبل باش نبانو نغيضوهم شويه هكذا يا شيخ هكذا مونطو لها هادي هكذا باش نبانو شويه معوقين هكذا هاو خص الحبسه لازم هكذا صدقه الممنوع. صدقه عندها فضائل بزاف، من اهمها تجعل الملائكه تدعي لك، تطفئ غضب الله، تعالج المرضى، وتمحو الخطايا. إن شاء الله ربي سبحانه يوفق كل واحد للصدقة والأجر الصدقة. أنا مبقى لي غير نقولكم ربي يثبتنا ويثبتكم وصحة سحوركم والسلام.